من أصل 26 حقيبة وزارية، 9 فقط حظيت بوجوه جديدة في إعلان الحكومة الموريتانية، بينما أعيدت الثقة في الوزراء القدامى. وقد قرر فخامة رئيس الجمهورية إعادة الثقة بالسيد محمد البلال مسعود وزيراً أولاً، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة وبناء على اقتراح من الوزير الأول وعملاً بمقتضيات الدستور. عين فخامة رئيس الجمهورية السادة والسيدات التالية أسماؤهم. أمال كثيرة يعقدها الموريتانيون على الحكومة الجديدة لإيجاد حلول لمشكلات الهجرة وتوفير فرص العمل. نحن أملنا كبير في الحكومات الموريتانية كاملة، اللي منها كان واللي منها جاي إن شاء الله. الحكومة تتقلب على ذاك، منها تعرف شد الشباب أولا، تفتح له مجال العمل وتفتح له المجال في انه ما ينقصه وفي انه ما ينظلم. الشباب ذو هاجر كامل والله كثريته بعد هاجر بصعوبة العمل الموجودة هنا اشياء. ياسم الظروف ملي وتسطحت على قطاع التعليم. التجديد لبعض الوزراء وإعادة آخرين للواجهة رغم ورود أسمائهم في ملفات فساد أثار رفض المعارضين الذين يرون شخصيات أخرى أكثر كفاءة لتولي هذه المناصب. إعادة الثقة في بعض أعضاء الحكومة ليس إيجابياً، لأنه لا يجد ما يبرره إطلاقاً. ما وقع هو إعادة للفساد ولنمط الفساد وتشجيع المفسدين وإعادة لمن كانوا يسيطرون ويسيرون مرحلة العشرية التي تحاكم اليوم شعبياً وسياسياً وقضائياً. وكانت الحكومة السابقة استقالت تنفيذاً للدستور الذي ينص على وجوب إعادة تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات. تواجه الحكومة الموريتانية الجديدة تحديات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية متراكمة، كما تأتي في وقت يستعد فيه الرئيس الحالي لخوض انتخابات رئاسية في غضون عام. طيب الغوث الحرة، نواكشوط. من نواكشوط ينضم إلينا عبيد ولد أمجين، الصحفي والمحلل السياسي. سيد عبيد، مرحبا بك معنا في هذه الساعة. في البداية السؤال العريض، يعني في موريتانيا اليوم، ما المأمول برأيك من الحكومة الجديدة، خصوصا وأنها تحتوي أيضا على أعضاء من الحكومة القديمة؟ في اعتقادي وتصوري أن الحكومة الجديدة ذات مأمورية محدودة ولديها أيضا مسار زمني ضيق، والهدف الأساسي منها هو التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل 2024، وهي حكومة بذلك حكومة تحضير للانتخابات وحكومة سياسية. الهدف والأساس هو تمثيل الكتل السياسية والمجموعات السياسية الاجتماعية الوازنة والتي وقفت خلف الرئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي طيلة المأمورية الأولى. وفي تصوري أن المؤول معول عليه في هذه الحكومة هو إعادة تجديد الثقة للرئيس في مأموريته القادمة، والدليل على ذلك أن الوزير الأول السيد محمد البلال الذي أعيدت له الثقة من جديد يتميز باعتبار الولاية التي ينحدر منها كلها وبصفة عامة سارت خلف المسار السياسي الذي يدعم هذا النظام. طيب كيف يقرأ إضافة وزارة أو وزارة جديدة ومن ضمنها يعني اللافت وزارة التحول الرقمي؟ كيف يمكن فهم المسار الذي من المتوقع أن تسير عليه هذه التشكيلة الحكومية بإضافة هذا النوع من الوزارات؟ كما أسلفت فإن الحكومة تسير على مسار واحد منذ بداية هذه المأمورية، وأعتقد أن الوزير الأول أيضا ينسق أعمالها وأشغالها بطريقة انسيابية ويعول عليه في هذا المسار باعتباره يحظى بثقة رئيس الجمهورية. فيما يتعلق باستحداث وزارة جديدة ليست للتحولات الرقمية، وإنما هذه الوزارة كانت يعني
موجودة وتم تغيير بعض توصيفاتها وتسمياتها باعتبار أن الاقتصاد الرقمي والتحولات الرقمية باتت جزء من عالم اليوم، ولكن تم استحداث في المقابل وزارة مكلفة بالموريتانيين في الخارج وبالمغتربين بصفة عامة، وهي وزارة منتدبة. أعتقد أن هذا أيضا رسالة سياسية واضحة للجاليات الموريتانية التي باتت فاعل أساسي في العملية الانتخابية وفاعل أساسي في العملية التنموية، ولديها إسهام واضح في مسارات البلد سواء من حيث مواقع تواجدها في آسيا أو في إفريقيا أو في أمريكا أو أوروبا. هذه الوزارة أعتقد بأنها سوف تساهم ضمنا في إدارة هذه الجاليات وفي ربطها بموريتانيا وفي أيضا ربطها بالاستحقاقات السياسية القادمة. طيب، ألا يؤثر حديث المعارضة اليوم بشكل كبير عن أن بعض الوزراء يواجهون قضايا فساد على أداء الحكومة؟ في اعتقادي أن موضوع الفساد هو موضوع حديث ومعاد في موريتانيا ومستمر منذ فترة طويلة، وفي تصوري أنه موضوع يحتاج لرزانة ويحتاج لمواجهة كيسة في إدارته، باعتبار أن النظام الحالي ورث ملفات فساد كبيرة وهائلة من الأنظمة التي سبقت. وأعتقد بأن الأطر الموريتانيين الحاليين الذين تم اختيارهم في هذه الحكومة لم يدن أي منهم في السابق، والذين يشار إليهم في هذا الصدد هم قدموا شهاداتهم في ملفات فساد وليسوا متهمين أو من ضمن الذين جرى اتهامهم او ارساق التهم بهم بشكل نعم موارد. سيد عباد ولدمجين الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من نواكشوط، شكرا لك على هذه المشاركة.